بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع فيديو جديد في مدونة التعليم المجاني، بطبيعة الحال موقعنا على الانترنت مدونة التعليم المجاني. ما عليك إلا أن تدخل إلى جوجل وتكتب مدونة التعليم المجاني، ثم تدخل إلى أول موقع يأتيك في نتائج البحث. بإمكانكم متابعة من عبر هذا فيسبوك تويتر وجوجل بلاس وجميع المواقع الاجتماعية. اليوم عن شرح التسجيل في موقع تيليجرام الذي أصبح متاحا الآن على الويب وعلى المتصفحات، فبإمكانك دون الحاجة عبر يعني تطبيقات أندرويد الدخول إليه من تلك الطرق، فقط أصبح اليوم متاحا على متصفح. ما عليك إلا أن تدخل إلى الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو، ثم تنقر هنا على Start Messaging، ثم هنا ستختار الدولة التي أنت يعني تنتمي إليها. من هنا كما تلاحظ ستختار الدولة، بعد أن تختار الدولة تكتبها هنا في مربع البحث تجدها، تدخل إليها، ثم هنا تقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك، تكتبه في هذه المربع. الآن سأكتب رقم الهاتف الخاص بي، ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على Next. يقول لك هل أنت متأكد من أن الرقم صحيح؟ تقول له نعم، ثم بعد ذلك سوف يقومون بإرسال رسالة نصية قصيرة إليك، تقوم بإدخالها. الآن قاموا بإرسال هذه الرسالة، تقوم بإدخالها في هذا الكود الموجود هنا، ثم بعد ذلك تقوم بإدخال الكود الخاص بك، تقوم بإدخاله. الآن سنقوم بإدخاله 4 1 5 8 5، ثم نضغط على Next. في حالة إذا تعذر عليهم إرسال مسج إليك، سيقوم يقول لك هنا تيليجرام ويل كول يو إن، يعني في ظرف أقل من دقيقة سيقومون بالاتصال بك. إذا ندخل الرقم الذي وصلنا عبر الاس ام اس ونضغط على Next. يقول لك ادخل الفيرست نيم الخاص بك مثلا، ندخل ثم ندخل اللاست نيم، ثم نضغط على سينك. كما تلاحظون الآن التليجرام أصبح متاحا لديك على متصفحك. بإمكانك التعديل على الإعدادات من هنا، أن تقوم بإدخال صورة للبروفايل الخاص بك، من هنا تقوم بعمل أي صورة للبروفايل الخاص بك من هنا، ثم هنا Desktop Notification بإمكانك عمل يعني Turn Off أو Turn On لها، أن تشغلها أو أن تخفيها. هنا كذلك الساوند أو الصوت بإمكانك تشغيله أو إخفائه. هنا بإمكانك عمل يوزر نيم خاص بك، بإمكانك أن تكتب يوزر نيم مثلا خاص بك أنت وحدك، ثم تضعه هنا، ثم تضغط على سيف. كما تلاحظون تم حفظ اليوزر نيم الخاص بي، ثم هنا مجموعة من الإعدادات الخاصة بالتليجرام. كيفية التواصل، هو يدعم يعني كما سوف تلاحظون الرسائل الكتابية. بإمكانك وكذلك بإمكانك أن تقوم بعمل Add New Contact من هناك، Phone Number و First Name و Last Name، ثم تضغط على Save وترسل معلوماتك إلى أصدقائك لكي تقوم بالتواصل عبر التليجرام عن طريق المتصفحات أو عن طريق من الهاتف الأندرويد إلى المتصفح مباشرة. وهنا تضغط على Log Out للخروج، والعملية سهلة، تضغط على Log Out هنا Are You Sure لتسجيل الدخول مرة أخرى. ما عليك إلا أن تدخل معلوماتك ثم تقوم بالدخول بطريقة أوتوماتيكية. إذا كان هذا هو فيديو اليوم عن كيفية تفعيل التليجرام على المتصفح في الحاسوب. يعني التحديث هو صدر اليوم فقط. لا تنسوا الاشتراك والضغط على السبسكرايب ليصلكم كل جديد فور نزوله على القناة في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.